الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خير النساء اللاتي في الوحي قد ذكرت، والله قد خصها نورا وتبيانا. هذا الكتاب الذي حياه خالقنا، حيا نساء كريمة وأفنانا. علمنا هذا الدين أجيالا مباركة، حتى غدا القرآن للإنسان عنوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفطور. له الفضل على جميع الخلائق في سائر الأمور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحبتي في الله، لا شك أن صحبة الصالحين تزيد من إيمان المرء وتزيد من صلاحه. لا شك أن صحبة الأشرار تجعل العبد منهم، فالمرء دائما على دين خليله. لكن هناك البعض لا ينتفع بصحبة الأخيار، ولا بالقرب منهم، ولا حتى بصحبة الأنبياء والمرسلين، بل لم تنفعه أن تكون لم تنفعها أن تكون زوجة لنبي من الأنبياء. هذه هي امرأة لوط، المرأة الخائنة، الخيانة الكبرى، خيانة الدين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، لم ينفعها صلاح زوجها بل كانت خائنة. والخيانة هنا هي الخيانة في الدين. أرسل الله لوطا إلى قومه فدعاهم إلى توحيد الله ككل الرسل، ولكنه بعث في قوم أصيبوا بداء عضال، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وتفشى فيهم هذا المرض واستفحل هذا الداء. كانوا لا يأتون النساء بل يأتي الرجال الرجال، وهو من أخطر الأوبئة والأمراض والآفات والمعاصي على البشرية كلها. وكان لوط يدعو قومه للعفة والطهارة، فكانوا يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، لا نريدهم عندنا، لا نريدهم أن يأتونا. وأراد الله عز وجل أن يختبر لوطا، وأن يختبر زوجته، وأن يختبر أمه. أرسل الله تعالى إلى لوط لما اشتد غضبه على قومه وتحدوه وقالوا نتحداك يا لوط، فأرسل علينا عذابا، ائتنا بما شئت، افعل فينا ما تشاء، لن ننتهي أبدا. فأرسل الله إليه وفدا من الملائكة جبريل وميكائيل، قيل كانوا أربعة، وقيل كانوا أكثر من ذلك إلى 18 ملكا. أرسلهم الله عز وجل إلى لوط في وضح النهار، والملائكة جاءت في صورة جميلة، صورة بشر جميل، ودخلوا على لوط، فلما رآهم ضاق بهم ذرعا، ضاق، علم أن قومه سيعلمون ولن يتركوا الملائكة وهو لا يدري،
إنهم ضيوف، أضياف على إبراهيم، أضياف على لوط. وكانت امرأة لوط تخون لوطا، إذا زاره أحد خرجت إلى قومها فدعتهم أن يأتوا، فقد جاء أحد إلى لوط ليفعلوا معه الفاحشة، وهذه خيانتها. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، هي ما كانت ترتكب معصية، لكن خيانتها في أنها كانت تدل قومها على ضيوف إبراهيم، وكانت تتبع قومها وترضى عن فعلهم، ولا تتبع لوطا، ولم تؤمن به، ولم تتبع ما جاء به لوط. خيانة، حث على الفاحشة، دعوة للفجور، إعانة على الإثم والعدوان، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. لما جاءت الملائكة إلى لوط ضاق بهم ذرعا وخاف عليهم، وهي خرجت إلى قومها فأخبرتهم، فجاء قومها مسرعين يهرعون إليه، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لا تفضحوني، هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، عندكم بناتي، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قيل بناتي أي بنات المؤمنين الذين اتبعوه، فالنبي أب للبنات وأب للبنين، وقيل يعني بناتي هم، بناتي هو على الحقيقة يتزوجهن زواجا شرعيا، ولكنهم قالوا: ما لنا في بناتك من حق، مش عايزين بناتك، لكننا نريد هؤلاء. فغلق الأبواب وخاف عليهم وقام يردهم، فقال له جبريل: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، لا تخف ولا تحزن، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فكشف جبريل عن حقيقته وقال: نحن رسل ربك ولن يصلوا إلينا، وما جئنا إلا لنهلكهم، فاخرج أنت وقومك ولا من المؤمنين، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنه مصيبها ما أصابهم. فخرج لوط مع الذين آمنوا معه، وخرج امرأته، وكان لوط في آخرهم ليضمن أنه من ورائهم، فخرج من ورائهم، فجاء جبريل فحمل قرى قوم لوط، وكان عددهم كبير، حتى رفعها إلى السماء، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب، ثم قلبها ظهرا عن عقب. ولما نزلت القرية وقعت جبة ضربة قوية، وقال جبريل للوط ومن معه من المؤمنين: ولا يلتفت منكم أحد، لكن امرأة لما سمعت الضربة على الأرض التفتت، فنزل عليها العذاب، ووقعت عليها صخرة أرسلها جبريل على رأسها فهلكت، فكانت من الغابرين من الهالكين. هذه قصة امرأة كافرة، امرأة عصت زوجها، امرأة أخبرت عن زوجها، امرأة تعين على الفاحشة وتساعد عليها، بل تدل عليها، فكان عاقبتها أن ينزل حجر من السماء على رأسها فيهلكها الله عز وجل. وهذه الفعلة إتيان الذكور من أكبر الكبائر، لأن عاقبتها سوء، خراب في البيوت وفي البلاد وفي الأولاد، ودمار للأمة. أسأل الله أن يحفظ ديار المسلمين من كل شر وسوء بحوله، هو خير الغافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير النساء اللاتي في الوحي قد ذكرت، والله قد خصها نورا وتبيانا. هذا الكتاب الذي حياه خالقنا، حيا نساء كريمة وأفنانا. علمنا هذا الدين أجيالا مباركة، حتى غدا القرآن للإنسان عنوانا. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.